ومن صور الظلم أيضا افتراء الكذب على الله، افتراء الكذب على الله. قال عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: فمن أشد ظلما لنفسه وأبعد عن الحق ممن تخرص على الله قيل الكذب، ممن تخرص على الله قيل الكذب، أي تكلم عن الله عز وجل بالتخرصات والظنون. والشأن أن المسلم لا يتكلم في هذه الأمور إلا عن علم وإلا عن يقين، ما يمكنش تكلم في أمور وأنت تظن ظنا، هذا فعل الذين لا يعلمون. أي حاجة بغى يتكلم فيها الإنسان سواء كانت من الأمور العلمية التي تلامس شأن العقيدة أو حتى الأمور يعني في الأحكام وفي الفروع، لا بد أن يكون الإنسان متيقنا وأن يستند في قوله إلى من سلف من العلماء، وأن لا يأتي بقول ربما خرق به الإجماع وربما جاء بأمر مستنكر لم يقل به أحد من سبق. فهذا كله من التخرص على الله ومن الافتراء على الله الكذب. وقد جاء أيضا في كتاب الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل ذلك من المحرمات التي يعني حرمها الله عز وجل في كتابه وهدد فاعله.